بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم. كم من مرة أحذر من التفكير الذي فيه لمسة من الشياطين؟ كثير من الناس يقول ناخذ تعويذ ونحسن به حالي. عما تتحدثون؟ أي تعويذ؟ أنتم إن فتنتم في سبيل الله حقا فقد تم أجركم ووقع عند الله منا مبتغى، هو أن تكونوا صالحين في الدنيا والآخرة. أما وقت هجرات الرياح بشيء من الحلو في رأيكم وبدأت تلوح أمامكم وفي آفاقكم منا فكرة القوة المادية، خايفين بعد مدة السلطان ينتقل من أيديكم إلى أيدي أخرى. الذي حدث في هذه السنوات هو إرهاصات أن الإسلام سيعود بحول الله تعالى وسيفعل فعله في الأمم كلها، ولهذا السلطان الذي بدأ الآن يرجع للإسلام لا خوف من تقلصه بفضل الله، لأن الله لا يقبل العبد. ولهذا الذين يقولون الانتخابات القادمة ستكون ربما شؤما للحاضرين للحاكمين الآن، هذا مجرد عبث شيطاني بعقولكم. ولهذا تبريركم لأخذ الأموال عوض أن تكون في تقوية الدولة، الدولة ستبقى في أيديكم إن كنتم صادقين مع الله، وستكون الطبقات الفقيرة أول من يفهم أن لا خير لها إلا على أيديكم. ولهذا الخشية من الانتخابات لا مبرر لها. ولهذا أحذركم وأنصحكم أن تعيدوا الأموال إلى الدولة وتدعمون بقاءكم كمسلمين حقا وعلا ميدانيا لا قوليا فقط، وإلا ستكون الكارثة عليكم وتكون منا الفواجع بلا حصر، لأن الله لا يقبل العبث. الله إن صبرت فاصبر منا في سبيله، وإذا كان جاهدت جاهد لترضيه لا أكثر ولا أقل. والسلام على من اتبع الهدى.